بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، أحب أعرفكم بنفسي، أنا مستر محمود حنفي، معلم أول مادة العلوم. علوم الصف الثالث الإعدادي يا أولاد سهل جدا ومبسط، غير صف أول وصف تاني. معظم المعلمين بيقولوا ان علوم الصف الثالث الاعدادي صعب جدا، لا هو سهل وبيعتمد على الفهم. علوم الصف الثالث الاعدادي بينقسم الى 4 وحدات. الوحده الاولى بتتكلم على القوى والحركه، الوحده الثانيه بتتكلم على المرايا والعدسات، الوحده الثالثه بتتكلم على الكون والنظام الشمسي، الوحده الرابعه بتتكلم على التكاثر واستمرار النوع. يبقى إذن العلوم بينقسم إلى 4 وحدات. طبعا إن شاء الله لما ربنا يكرمنا كده وندخل ثانوية عامة العلوم بينقسم إلى 3 أقسام، أحياء وكيمياء وفيزياء. الفصل الدراسي الأول بيتناول فيزياء وبيتناول أحياء، إنما إن شاء الله الفصل الدراسي الثاني بيتناول كيمياء وفيزياء وأحياء. الدرس الأولاني بعنوانه الحركة في اتجاه واحد. الحركة في اتجاه واحد، مفهوم الحركة خدناه في أولى إعدادي وخدناه في تاني إعدادي. الحركة يعني إيه مفهوم حركة؟ أنا دلوقتي جسم ساكن، يعني ما بيتحركش من مكانه. امتى اقول عليه ساكن وامتى اقول عليه متحرك؟ جسم ساكن يعني جسم لا يتغير موضعه، الجسم الذي لا يتغير موضعه يقال انه في حالة سكون. اما الجسم اللي بيتغير موضعه يقال انه في حالة حركة. تاني يا اولاد، السؤال هنا بيجي اكمل العبارات الاتية: الجسم الذي يتغير موضعه يقال انه جسم متحرك، عشان هو اتغير موضعه من مكان لمكان. انا دلوقتي هنقل كتاب من مكان لمكان، او هنقل مثلا ادوات مكتبية من مكان لمكان، يبقى الجسم ده اتحرك ولا ما اتحركش؟ اتحرك. يبقى في الحالة دي بقول عليه جسم متحرك. انما الجسم اللي بقول عليه ساكن ده جسم لا يتغير موضعه بمرور الزمن. نيجي بقى نعرف من هنا الحركة. الحركة هي تغيير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر بمرور الزمن. يبقى الحركة هي تغيير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. السؤال هنا بيجي لك يا إما مصطلح علمي يا إما ما المقصود بكل من، ما المقصود بكل من يعني عاوز يعرف الحركة. يبقى هي تغيير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. مسار الحركة بيبقى ازاي؟ انا دلوقتي مثلا راكب المترو، مترو الانفاق، هخرج انا واصحابي رايحين هنشتري حاجات، هنجيب هنركب مترو البحوث، رايحين الدقي او رايحين وسط البلد مثلا. انا دلوقتي مثلا هركب المترو البحوث، زميلي هينزل الدقي وانا هنزل محطة التحرير. لازم هنا مسار الحركة ده يا اما مستقيم، خط مستقيم او منحني. يبقى مسار الحركة ده ببسطه يا اما يكون خط مستقيما او منحنيا او تركيبا منهما او كلاهما معا، زي حركة مترو الانفاق او حركة القطار. يبقى اكمل العبارات الاتية، هنقول السؤال هنا: مسار الحركة قد يكون نقط او نقط، ها يا اولاد، مستقيما او منحنيا او كلاهما معا. في سؤال تاني بيجي في الامتحان وبيلخبط الاولاد: تعتبر الحركة في نقط في خط مستقيم ابسط انواع الحركة، تعتبر الحركة في اتجاه واحد، في اتجاه واحد في خط مستقيم ابسط انواع الحركة.
طب ما حد سألني ليه حركة القطار من أمثلة الحركة في اتجاه واحد؟ السؤال هنا بيجي علل، تعتبر حركة القطار من أمثلة الحركة في اتجاه واحد، لأن القطار يا أولاد بيتحرك للأمام أو للخلف في مسار مستقيم أو منحني أو كلاهما معا. كلاهما معا يعني الاتنين مع بعض، أو حركة مركبة أو تركيبا منهما. طب أنا دلوقتي هوصف حركة أي جسم، أي جسم لازم أعتمد على حاجتين، أو أوصف حركة أي جسم الحركة دي بيجي منها سرعة. يعني عشان أوصف حركة أي جسم أعتمد على مسافة وزمن، أعتمد على مسافة وزمن. طيب بيستخدم مصطلح السرعة لوصف مقارنة حركة الأجسام. لو مثلا معانا سيارتان إحداهما حمراء والأخرى زرقاء، يعني واحدة حمراء والتانية زرقاء، هنشوف أني أسرع. السيارة الحمراء هتقطع مسافة 100 متر والسيارة الزرقاء هتقطع مسافة 50 متر، بس الزمن ثابت للاتنين 5 ثانية. هنشوف أني أسرع. وفي حالة تاني إن السيارتين هتقطع مسافة قدرها 100 متر والسيارة الحمراء الزمن بتاعها يكون 5 ثانية والسيارة الزرقاء زمنها 10 ثانية. نستنتج ايه من الكلام دوت؟ ان السيارة الحمراء اسرع من السيارة الزرقاء. ليه يا مستر؟ لانها قطعت مسافة اكبر في نفس الزمن 5 ثانية. يبقى المسافة اللي قطعتها السيارة في الحالة الاولى الحمراء قطعت مسافة 100 متر في زمن 5 ثانية، بينما السيارة الزرقاء قطعت 50 متر في 5 ثانية. يبقى انه اكبر السيارة الحمراء. الحالة الثانية السيارة الزرقاء استغرقت زمن اقل 5 ثانية في قطع مسافة 100 متر. طب نستنتج ايه من الكلام ده؟ نستنتج والوصف حركة جسم، يعني الحركة يعني السرعة، اعتمد على عاملين اساسيين. هما ايه هما العاملين الاساسيين عشان اعتمد عليهم عشان اوصف حركة اي شخص؟ طول المسار اللي هي المسافة، والزمن المستغرق في قطع هذه المسافة، ويعرف خارق قسمتهما بالسرعة، يعني السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طبعا هنشرح المثلث ده. طب محد سألني يعني ايه سرعة يا أولاد؟ السرعة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، أو المسافة التي يقطعها الجسم في الثانية الواحدة، أو المعدل الزمني للتغير في المسافة. عشان إن شاء الله بإذن الله هناخد العجلة. العجلة غير السرعة، العجلة بتتغير فيها السرعة، إنما السرعة هنا مسافة مقطوعة خلال وحدة زمن. يعني مسافة أنا جاي من المنزل رايح من المنزل للمدرسة، يبقى هقطع مسافة وزمن، يبقى مسافة اتقطعت في إيه؟ في زمن. يبقى هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، أو المعدل الزمني للتغير في المسافة. السؤال هنا بيجي على طول، اكتب المصطلح العلمي المعدل الزمني للتغير في المسافة. يبقى ايه يا اولاد؟ السرعة. ليه معظم الطلاب بيغلطوا وبيكتبوا العجلة؟ لا، العجلة ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل، هي المعدل الزمني للتغير في السرعة. يبقى ايه الفرق بين السرعة والعجلة؟ السرعة هي المعدل الزمني للتغير في المسافة، انما السرعة هي المعدل الزمني للتغير في المسافة، بينما العجلة هي المعدل الزمني للتغير في السرعة. امتى سرعة الجسم تساوي المسافة؟ متى يتساوى مقدار سرعة الجسم مع مقدار المسافة التي يقطعها؟ بيقطع الجسم خلال، لو قطع الجسم ده هذه المسافة خلال وحدة الزمن، يعني سواء الزمن ده بساعة أو دقيقة أو ثانية، في الحالة دي السرعة بتساوي الإيه؟ المسافة. بتختلف وحدة قياس السرعة. طبعا احنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا قلنا مسافة وزمن وسرعة، وحدات القياس بتختلف. أنا دلوقتي مثلا عاوز أقيس ترابيزة، عاوز أقيس
يبقى من هنا مثلا سافرنا من القاهرة لإسكندرية، يا إما في مسافة، المسافة بتتقاس بالمتر أو الكيلو متر. إنما الزمن بيتقاس بالثانية أو الدقيقة أو الساعة. السرعة متر على الثانية أو كيلومتر على الساعة أو متر على الدقيقة أو كيلومتر على الثانية. السؤال هنا دايما بيجي أكمل على طول، وحدة قياس السرعة نقط، يبقى وحدة قياس السرعة يا أولاد متر على الثانية أو كيلومتر على الساعة. نيجي نشوف القانون بتاعنا. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. لما أكون محتاج السرعة بقسم المسافة على الزمن. طب لما أكون محتاج المسافة بحط صباعي عند المسافة وبضرب السرعة في الإيه؟ في الزمن. إنما هنا لما أكون محتاج الزمن بقسم المسافة على السرعة. تاني يا أولاد، لما أكون محتاج السرعة بقسم المسافة على الزمن. أما أكون محتاج المسافة بضرب السرعة في الإيه؟ في الزمن. أما أكون محتاج الزمن بقسم المسافة على السرعة. السؤال هنا ممكن يجي مصطلح علمي، ممكن يجي أكمل. حاصل ضرب سرعة الجسم في الزمن يساوي مين؟ المسافة. أو مصطلح علمي، حاصل ضرب سرعة الجسم في الزمن نسميه المسافة. أو خارج قسمة المسافة على الزمن هيا أولاد يساوي مين؟ السرعة. إنما الزمن خارج قسمة المسافة على السرعة يساوي الزمن. سؤال هنا معظم الطلبة بتتضايق منه، بس سؤال سهل جدا وبسيط. ما معنى أن سيارة متحركة تقطع مسافة مقدارها 100 متر في زمن قدره 2 ثانية؟ في الحالة ديت أنا السيارة ديت أنا عندي أشوف الأول عندي إيه؟ مسافة. عرفت إزاي إنها مسافة؟ عشان في متر هنا. طيب وفي زمن عندي ثانية، يبقى السرعة بتساوي المسافة على الزمن. نرجع للقانون بتاعنا. القانون بيقول إيه؟ السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طب السيارة دي اتحركت خدت قد إيه؟ خدت مسافة 100 متر في 2 ثانية. يبقى السرعة هنا المسافة على الزمن. 100 على 2 بتساوي 50 متر على الثانية. هناخد مسألة سهلة وبسيطة جدا. تحركت طائرة من مطار أسوان وقطعت مسافة مقدارها 1000 كيلو متر خلال 1 ساعة لتصل إلى مطار القاهرة. احسب السرعة التي تحركت بها الطائرة مقدرة بوحدة كيلو متر على الساعة ومتر على الثانية. طبعا احنا نرجع لوحدات القياس. احنا قلنا المسافة تتقاس بالمتر والكيلومتر. طب الكيلومتر فيه قد ايه يا اولاد؟ فيه 1000 متر. طب والساعة فيها 60 دقيقة و60 ثانية. طب انا عاوز احول من كيلومتر لمتر. في الحالة دي اعمل ايه؟ اضرب في ايه؟ الكيلومتر قلنا فيه 1000، انا معايا 5 كيلو عاوز احولهم لمتر، اضرب في ايه؟ الكبير بيضرب الايه؟ الصغير. يبقى 5 كيلو في 1000 يساوي 5000. 5000 ايه؟ متر. يبقى انا كحولت من كيلو لمتر، يبقى المستر قال لي ان الكبير بيضرب الصغير، يبقى 5 كيلو في 1000 بيساوي 5000 متر. طب انا عاوز احول 5000 متر لكيلو، ارجعهم كيلو تاني، هضرب برضو؟ طبعا غلط، هقسم. يبقى 5000 على 1000 هيساوي 5 كيلو. يبقى 5000 متر على 1000 بيساوي 5 كيلو. طب الساعة فيها 60 دقيقة و60 ايه؟ ثانية. نرجع للمسألة. طيب الطائرة تحركت الطائرة منين؟ من مطار أسوان وقطعت مسافة مقدارها 1000 كيلو متر خلال 1 ساعة.
لتصل الى مطار القاهره. عاوزين هنا السرعه، يبقى نمشي مع المساله واحده واحده. هي الطياره دي اتحركت منين؟ من مطار اسوان عشان توصل القاهره خدت مسافه 1000 كيلو متر. طيب يبقى المسافه هنا 1000 كيلو متر، طب والزمن؟ 1 ساعة. احسب السرعة بوحدة كيلو متر على الساعة والسرعة بوحدة متر على الثانية. يبقى نعمل المثلث بتاعنا، هنا محتاجين السرعة، يبقى المسافة على الزمن. المسافة كام؟ المسافة في المسألة 1000 والزمن 1 ساعة، يبقى عين بتساوي ف على زين اللي هي السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يبقى بتساوي 1000 على 1 بتساوي 1000 كيلو متر على الساعة. طب هنا معظم الطلبة بتغلط في المسائل دي، هو عاوز السرعة محتاجها بوحدة متر على الثانية، يبقى هنا في تحويل. لما أحول من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية بضرب في 5 على 18، يبقى لما احول من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية بضرب في 5 على 18. طيب يبقى 1000 في 5 على 18 277.7 متر على الثانية. هنتكلم على وحدات القياس. احنا عندنا كيلومتر يساوي 1000 متر. معظم الطلبة بتخاف من التحويل، معظم الطلبة بتخاف من التحويل، والتحويل سهل جدا وبسيط. خليكم معايا يا اولاد، مثال خمسة كيلو عاوزين نحولهم لمتر، بنضرب في كام؟ في 1000، يبقى 5 في 1000 يساوي 5000 متر. الكلام ده هيقابلنا في المسائل اللي احنا بنحلها مع بعض. معظم الطلبة بتغلط فيها، بتنسى التحويل، تضرب على طول. لو محتاج مثلا مسافة بنضرب السرعة في الزمن وما بنحولش، وفي الحالة دي المسألة بتكون غلط. طيب انا دلوقتي عاوز احول ال 5000 متر اللي طلعوا دول ارجعهم كيلو تاني، يبقى نقول ايه؟ 5000 على 1000 هترجع 5 كيلو، يبقى الكيلو متر بيساوي 1000 متر. يبقى الكبير هنا بيضرب الصغير، الكبير هنا بيضرب الصغير، يبقى بنضرب في 1000. انما لو هنحول من متر الكيلو بنقسم على 1000. طيب الساعة فيها قد ايه؟ 60 دقيقة و 60 ثانية. الساعة فيها 60 دقيقة و 60 ايه؟ ثانية. طيب انا عاوز احول 10 دقايق، يبقى نضرب في ايه؟ في 60. عاوز احول الدقيقة لثواني اضرب في ايه في 60؟ يبقى 10 في 60 ب 600 ثانية. عاوز احول الثواني لساعات اقسم على 60. طب تعالوا كيلو متر مع بعض على الساعة، هي كيلو متر الكل ساعة. كيلو متر قلنا في 1000 متر، الساعة قلنا 60 دقيقة و 60 ثانية. نختصر مع بعض، 1000 6 في 6 ب 36 3600. هنختصر الصفرين دول هيروحوا مع الصفرين دول، 10 على 2 فيها الكام؟ فيها الخمسة. 36 على 2 فيها الكام؟ 18. بدل ما نحفظ 1000 يبقى الخمسة دي بتعادل الكيلو، وال18
18 بتعادل الايه؟ الساعة. يبقى الخمسة بتعادل الايه؟ الكيلو. وال18 بتعادل الايه؟ الساعة. العلوم بيتفهم يا اولاد وسهل جدا وبسيط. طب تعالوا مثال، انا دلوقتي معايا 90 كيلو متر على الساعة. احنا كبرنا دلوقتي شهادة اعدادية 90 كيلو متر، او ممكن نختصرها 90 او 90 كاف ميم اللي هي كيلو متر لكل ساعة. طب عاوزين نحول 90 كيلو متر على الساعة ل متر على الثانية. 90 تنزل في الخمسة اللي هي بتعادل الالف كيلو. مفيش حد يقول لي دي ثابتة، الخمسة دي جت منين؟ لما جينا شرحنا هنا واختصرنا ان الخمسة بتعادل الالف وال18 بتعادل الساعة. على 18 تطلع 25 متر على الثانية. طب ما التحويل سهل وبسيط اهو. ناخد مثال تاني، خليكم معايا، 72 كيلومتر لكل ساعة. ها مين هيجاوب معايا؟ يبقى نقول 72 في 5 على 18 ساوي 20 متر على الثانية. ده في حالة لو احول من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية. طب لو قال لي تحويل من متر على الثانية إلى كيلومتر على الساعة، هنعمل إيه؟ هنضرب في 18 على 5، نعكس على طول، نقول مثلا مثال 25 متر على الثانية اللي إحنا لسه طالعين الناتج بتاعها، نرجعها 90 تاني، نضرب في 18 على 5 ساوي 90 كيلومتر على الساعة. طيب 20 متر على الثانية، 20 متر على الثانية اللي هي لسه طالعة دلوقتي، لما جينا حولنا من كيلومتر على الثانية متر، ال 72 طلعت 20. طب 20 متر على الثانية في 18 على 5 ولا 5 على 18؟ 18 على 5. ليه يا مستر؟ عشان هنحول من متر على الثانية لكيلومتر على الساعة. يبقى نقول 20 متر على الثانية في 18 على 5 هتساوي 72 كيلومتر على الساعة. يبقى التحويل سهل جدا وبسيط. أنا يعني لما أجي أي مسألة في الدنيا لازم أقرأها كويس عشان أحلها وأخد الدرجة بتاعتي وأنا يكون عندي ثقة في نفسي. مسألة مثال مثلا، استغرق أحد التلاميذ زمن قدره 10 دقائق من المنزل إلى المدرسة. بعدين وكان يتحرك بسرعة 2 متر على الثانية. احسب المسافة التي قطعها التلميذ بالمتر والكيلو متر. الحل، معظم الطلبة بتغلط في المسألة دي. سهلة جدا، انا اتعودت ان انا دلوقتي لما اجي احل اي مسألة بمسك القلم بتاعي اقرأ المسألة. زمن قدره 10 دقائق، زين، يبقى زين اللي هو الزمن 10 دقائق. طيب و
وكان يتحرك بسرعة، يبقى دي عين، عين 2 متر على الثانية. فيه موجودة مش موجودة، علامة استفهام. مثلث شطار، ها مين يقول المثلث معاه مع بعض؟ السرعة اليمين في مسافة زمن. احنا محتاجين ايه؟ في، يبقى نضرب عين في ايه؟ في زين. في بتساوي عين في زين. عين بكام؟ باتنين في. فعشرة طبعا غلط. الدقايق ما تمشيش مع الثواني، يبقى حول العشر دقائق اضربهم في كام؟ في 60. 10 في 60 بكام؟ ب600. لو قلنا 2 في 10 غلط، يبقى نقول 2 في 600 يبقى 1200 متر. يبقى في الحالة دي انا جبت المسافة بالايه؟ بالمتر. فاضل لي الكيلو. طب المستر قال لي ها نرجع للتحويل من متر لكيلو، نعمل ايه؟ نضرب ولا نقسم؟ يبقى نقسم على 1000، يبقى 1200. يبقى المسافة هنا، المسافة عندنا حسبناها بالمتر، المسافة هنا بالكيلو، يبقى 1200 على 1000 هتساوي 1.2 كيلو متر. يبقى بتساوي كده مسألة بسيطة، تساوي 1200 على 1000 1.2 كيلو متر. تعالوا نشوف المسألة دي مع بعض، مسألة سهلة. احسب الزمن بالدقيقة الذي تستغرقه سيارة لقطع مسافة قدرها 200 كيلو متر، علما بأنها تتحرك بسرعة 80 كيلو متر على الساعة. هو قال لي هنا في المسألة احسب ايه؟ الزمن بالايه؟ بالدقيقة. طب تعالوا نشوف الأول احسب الزمن. يبقى اتعودنا ان احنا زين موجودة مش موجودة. طب في 200 كيلو متر عرفت ازاي؟ ان المسافة بتتقاس عندي بالمتر والكيلو متر. طيب السيارة اتحركت بسرعة قد ايه؟ 80 كيلو متر على الساعة. طيب تعالوا مع بعض نشوف لما نحسب الزمن. يبقى نقسم المسافة على السرعة. المسافة كام؟ 200 كيلو متر. طيب والسرعة كام عندي؟ 80 كيلو متر على الساعة. يبقى اذا 200 على 80 تطلع 5، 2.5، 2.5 ساعة. طيب يبقى انا كده حسبت الزمن اللي هو عاوزه بالساعات، بس هو قال لي احسب الزمن بالايه؟ بالدقيقة. طب الدقيقة فيها كام ثانية يا اولاد؟ فيها 60 ثانية. يبقى نقول نضرب في 60، 2.5 في 60 هتساوي 150 دقيقة. ناخد مسألة تاني، مثال. قطار يبدأ رحلته الساعة 6 صباحا، فمتى يكون موعد وصوله إذا كان القطار يتحرك بسرعة 40 كيلو متر على الساعة ليقطع مسافة قدرها 200 كيلو متر؟ فمتى يكون موعد؟ موعد يعني زمن، يعني وقته. هيوصل امتى القطار؟ الزمن بيساوي المسافة على السرعة. الزمن بيساوي المسافة على السرعة. المسافة كام؟ 200 على 40 هيساوي 5 ساعة. طب القطر احنا عاوزين نشوفه هيوصل الساعة كام؟ هو طلع الساعة كام؟ طلع الساعة كام الصبح؟ الساعة 6 الصبح. طيب يبقى 6 صباحا هنجمعهم من الزمن اللي طلع عندي 5 ساعة، يبقى 6 زائد 5 ميعاد وصوله هيبقى كام؟ الساعة 11 صباح. في عندنا محدش سألني ايه أهمية العداد اللي موجود في السيارة؟ ايه؟ أنا دلوقتي معايا العربية بتاعتي، عاوز أعرف البنزين الوقود استهلكت قد ايه؟ أنا ماشي على سرعة كام؟ يبقى لازم أهمية العداد اللي موجود، أهمية عداد السرعة
في الطائرات والسيارات ده لمعرفة أو تقدير السرعة مباشرة. ممكن يجي لك سؤال، صوب ما تحته خط. تستخدم البوصلة لمعرفة لتقدير السرعة مباشرة، طبعا هنا خطأ، يبقى يستخدم مين؟ عداد السرعة. أو علل أهمية وجود عداد السرعة في الطائرات والسيارات. ليه؟ لأنه يستخدم في معرفة مقدار السرعة مباشرة. نيجي نتكلم بعد كده على أنواع السرعة. عندنا في درسنا سرعة منتظمة، سرعة غير منتظمة، سرعة متوسطة، سرعة نسبية. تاني، يبقى عندنا سرعة منتظمة، سرعة غير منتظمة، سرعة متوسطة، سرعة نسبية. نبدأ مع بعض أول حاجة السرعة المنتظمة والسرعة الغير منتظمة، ودي مهمة جدا بتيجي في الامتحانات على طول. يا إما اذكر فرقا واحدا بين السرعة المنتظمة والسرعة الغير منتظمة، أو قارن بين السرعة المنتظمة والسرعة الغير منتظمة. هنبسطها حاجة بسيطة جدا، أنا ماشي في شارع فاضي خالص، يبقى سرعة إيه؟ أكيد هتبقى منتظمة. وماشي في شارع مزدحم جدا، مزدحم من السيارات، يبقى أكيد هيبقى سرعة غير منتظمة. طب أنا دلوقتي راكب العربية بتاعتي في الشارع الفاضي، أو ماشي مثلا مسافر من القاهرة لإسكندرية في الطريق الصحراوي، همشي مثلا على 100، الطريق فاضي، يبقى دي سرعة إيه؟ منتظمة. طب ليه سميتها سرعة منتظمة؟ لأنها بتقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. مترو الأنفاق، حد يقول لي مترو الأنفاق سرعة منتظمة ولا سرعة غير منتظمة؟ مترو الأنفاق هنا سرعة غير منتظمة، عشان بيقف في محطات، كل محطة بيقف فيها يبقى في الحالة دي سرعة غير منتظمة. ليه؟ لأنه بيقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. تعالوا مع بعض نشوف السرعة المنتظمة والفرق بين السرعة المنتظمة والسرعة الغير منتظمة. السرعة المنتظمة ايه قدامنا؟ السرعة المنتظمة هنا الزمن بالثانية والمسافة بالمتر. الزمن هنا ثابت 10 ثانية، والمسافة 100 متر. طب انا دلوقتي احنا عرفنا ان احنا نيجي نحسب السرعة بتساوي المسافة على الزمن، 100 على 10، تمام، ب100 متر على الثانية. يبقى في الحالة دي السرعة دي منتظمة، بتتحرك في خط مستقيم لأنها تقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. يبقى السرعة المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. السرعة الغير منتظمة هنا الزمن ثابت اهو، بس المسافات، ها المسافات هنا مختلفة، هنا مسافات ثابتة عشان هنا سرعة منتظمة، إنما هنا المسافات متغيرة، عشان كده قلنا عليها سرعة غير إيه؟ منتظمة. مسافة هنا 100 120 80، عشان كده بنقول عليها سرعة تقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، أو العكس ممكن نغير في الزمن، يبقى المسافات متساوية والأزمنة غير متساوية. طبعا احنا هنا كانت السيارة ايه؟ سيارتين، سيارة ايه والسيارة بي. السيارة ايه قطعت سيارة تسير بسرعة منتظمة لانها تقطع مسافات متساوية في ازمنة متساوية. يبقى السيارة ايه تتحرك تقطع مسافات متساوية 100 متر في ازمنة متساوية اللي هي 10 ثانية اللي وضحناها على الرسم، وتوصف حركة السيارة بانها حركة بسرعة منتظمة، يعني السرعة بتاعتنا ثابتة. السيارة بي اللي هي بتتحرك بسرعة غير منتظمة، تتحرك بحيث تقطع مسافات غير متساوية، اللي هي كانت 100 متر و120 و80 في أزمنة متساوية 10 ثانية. وتوصف حركة السيارة بأنها حركة بسرعة غير منتظمة اللي هي متغيرة. ليه؟ لأنها تقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. نعرف التعريف مع بعض تاني. السرعة المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية.
السرعة الغير منتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية أو مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية. هنتكلم بعد كده على السرعة المتوسطة. اتكلمنا على السرعة المنتظمة والسرعة الغير منتظمة، وقلنا السرعة المنتظمة هي سرعة بتقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، بينما السرعة الغير منتظمة بتقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، أو العكس، مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. النهاردة هنتكلم على السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي. السرعة المتوسطة، احنا السرعة قلنا عين، انما السرعة المتوسطة عين شرطة، يرمز لها بالرمز عين شرطة، ويمكن حسابها من العلاقة الرياضية الآتية: السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. مهمة جدا، تيجي في الامتحانات على طول. المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق في قطع هذه المسافة. يعني هبسطها لكم كده. اتنين اصحاب مثلا منتمين مع بعض، بيروحوا مع بعض من المنزل المدرسة، قابلوا بعض من المنزل، بعد كده وقفوا، خدوا مسافة اولانية، وبعد كده خدوا مسافة تانية ومسافة تالتة. بالطبيعي هيكونوا زمن اولاني وزمن تاني وزمن تالت. بنجمع المسافات اللي هم خدوهم كلها والزمن كله. في الحالة دي بيطلع لي الناتج اللي هو قيمة السرعة المتوسطة. مثال، تعالوا نشوف مع بعض. قطع عداء يعني متسابق، مسافة 100 متر جريا في زمن قدره 10 ثانية. يعني هو بيجري خد مسافة 100 متر جريا في زمن قدره كام؟ 10 ثانية. ثم عاد إلى نقطة البداية سيرا، يعني ماشي على رجليه، مستغرقا 80 ثانية. احسب السرعة المتوسطة للعداء أثناء رحلة الذهاب وهو رايح، رحلة العودة، رحلتي الذهاب والعودة. يبقى احنا هنحسب العداء ده وهو في الذهاب خد قد ايه وزمن قد ايه، والعودة وهو راجع. طب مع بعض، احنا قلنا السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي. طيب رحلة الذهاب عين شرطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن، يبقى 100 على 10 هتساوي 10 متر على الثانية. يبقى رحلة الذهاب اللي هي المسافة الأولانية وهو رايح خد قد إيه يا أولاد؟ 100 على 10 بتساوي 10 متر على الثانية. طب رحلة العودة هل هتبقى زي رحلة الذهاب؟ طبعا لا. رحلة العودة عشان هو رجع سيرا يعني ماشي على رجليه، خد مسافة تانية اللي هي نفس المسافة، ما هو 100 متر بس الزمن مختلف، هناك كان 10 ثواني عشان كان بيجري، هنا 80 ثانية. يبقى الناتج 100 على 80 هتساوي 1.25 متر على الثانية. طب احنا عاوزين بقى نحسب الرحلة كلها، يعني وهو رايح وهو جاي، وهو رايح العداء دوت وهو ذاهب وبيجري خد قد ايه؟ 100. طب وهو راجع خد 100، يبقى عندنا كام كده؟ مسافتين 200. طب الزمن الاولاني كان كام؟ 10 ثواني. طب والزمن الثاني؟ 80 ثانية. يبقى اذا بنجمع المسافتين والزمنين، مسافة وهو بيجري 100 زائد المسافة الثانية وهو راجع سيرا 100 على الزمن الثاني 10، الاولاني 10 والزمن الثاني 80، ساوي 2.2 من 10 متر على الثانية. المسألة دي مهمة، تيجي في الامتحانات على طول. نشوف مثال تاني مع بعض. احسب السرعة المتوسطة لجسم يقطع مسافة قدرها 84 متر خلال 12 ثانية، ثم 56 متر خلال 8 ثانية، ثم 28 متر خلال 4 ثانية. في الحالة دي هو بيقول لي احسب السرعة المتوسطة، ما قاليش رحلة ذهاب. نشوف المسافات الأول اللي عندنا في المسألة ونشوف الأزمنة اللي موجودة. أول مسافة عندنا كام؟
84 متر، يبقى فيه واحد. طيب والمسافة الثانية كام؟ 56 متر، يبقى فيه ايه؟ اتنين. طب والمسافة الثالثة 28 متر، يبقى فيه ايه؟ ثلاثة. يبقى عندنا كم مسافة؟ عندنا ثلاث مسافات، وعندنا بالطبيعي هيبقى ثلاث ايه؟ أزمنة. يبقى عندنا ثلاث مسافات وعندنا ثلاث أزمنة مع بعض. 84 متر دي فيه واحد، زائد 56 اللي هي فيه اتنين، زائد 28 فيه ثلاثة. كده المسألة هتبقى سهلة. على الزمن الأولاني 12، والزمن الثاني 8، والزمن الثالث 4. الناتج هيطلع لي 7 متر على الثانية، أو 7 متر لكل ثانية. في تعريف تاني للسرعة المتوسطة. السرعة المنتظمة لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. يعني إيه الكلام ده؟ إمتى السرعة المتوسطة بتساوي السرعة المنتظمة؟ إمتى السرعة المتوسطة بتساوي؟ لما الجسم يتحرك بإيه؟ حركة منتظمة. طب إمتى السرعة المتوسطة ما تساويش السرعة المنتظمة؟ لما يتحرك بحركة غير منتظمة. ودي معظم الطلاب بيغلطوا فيها. اكتب المصطلح العلمي، المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي، دي سرعة متوسطة. إنما السرعة المنتظمة لو قطعت نفس المسافة في نفس الزمن، دي برضو سرعة متوسطة. السؤال هنا بيقول متى تتساوى قيمة السرعة المتوسطة لجسم متحرك مع قيمة سرعته في أي لحظة، اللي هي عين شرطة عين مين، اللي هي السرعة المتوسطة. إمتى بتساوي السرعة المنتظمة؟ لما يتحرك الجسم بحركة منتظمة أو بسرعة منتظمة. بتختلف بقى قيمة السرعة المتوسطة لجسم مع قيمة سرعته في أي لحظة، اللي هي السرعة المتوسطة عين شرطة، ما تساويش إمتى السرعة المنتظمة؟ لما يتحرك الجسم حركة غير منتظمة أو سرعة غير منتظمة. يبقى كده شرحنا السرعة المنتظمة، السرعة الغير منتظمة، السرعة المتوسطة. كده فاضل لنا السرعة النسبية، هنتناولها في الحلقة القادمة إن شاء الله.